ايه رايك في صوت بليغ حمدي كمطرب؟ هو بدا انا بقى اللي اقول ولا حضرتك انت بقى؟ الجمهور؟ هو بليغ اسعد القلوب الجزائريين هنا، وطلع على المسرح وغنى لان شاف قد ايه الجمهور هنا بيحبوه وطلبوا منه انه يغني، فغنى حقيقي بدون من غير ما يجهز نفسه، غنى الحب كله بتاعت المرحومه ام كلثوم، رغم اني ما احبش اقول المرحومه لاني انا في قلبي ما ماتتش ابدا. هي طبعا الفنان بيبقى خالد عنها. ما ماتتش. فغنى الغنوه دي باحساسه طبعا، هو صوته ما فيش لا يعني ما فيش لا عفونه ولا قوه، وانما في احساس في روح. وفي مع الفرقه الموسيقيه ولا لوحده؟ لوحده بالعود. اسعد الناس قوي. احنا دلوقتي يا مدام ورده يعني عاوزين نتكلم معاكي في الصبح، لكن انا شايف ان انت عندك ضيوف واحنا موجودين في اوضه ثانيه. هاجم الاولاد مش هيناموا لو ما هم. طيب اخر فيلم انت تم تسجيل اغانيه لكن ما اتذاعتش الاغاني بتاعت الفيلم ولا اتذاعت؟ لا، ما فيش غير ليليا ليالي عشان غنيتها في حفله صوت العرب في الصيف اللي فات ده. والاغاني الثانيه ما اتذاعتش، والفيلم نفسه هنبتدي تصويره مجرد ما ارجع مصر. ممنوع عليك انك انت تغني الاغاني كده؟ حصل لي مشكله عشان غنيت ليليا ليالي. طب لو حبينا ناخد جزء من اغنيه من الاغاني ما اتذاعتش؟ انا ما اقدرش، لازم تطلب للانتاج. حتى لو بصوتك دلوقتي كده؟ لا صعب، بخاف. ما والله حقيقي. عموما قريبا الفيلم هيتم عرضه، وبالتالي نتفرج على الفيلم وهنسمع اغاني. هتسمعوها قبل، انما لما بيبقى الفيلم جاهز للعرض. طيب اخر سؤال عشان خاطر اسيبك. الفنانه ورده الجزائريه غير ام كلثوم، مين او ايه الصوت اللي بيطربك اللي تحب تسمعيه وفعلا تحسي ان هذا الصوت بيطربك بجد؟ سيبك بقى من المشاكل والحرب والكراهيه، احنا اتفقنا الحب. وانت قلبك كبير، ولازم يكون مطربه او مطربة. يعني قول يعني ايه الصوت اللي بيطرب ورده الجزائريه؟ يعني ممكن يقول لك مثلا الصوت ده موجود في الجزائر والتذكره ب 25 جنيه ولا ب 50 جنيه، تقطع التذكره وتروحي اول صف وتقعدي فيه عشان تسمعي. وادي الصافي في الشك. يعجبك وادي الصافي؟ اكيد. في الفتره الاخيره ولا من مده طويله؟ طول عمري بموت في وديع الصافي، وسمعته اخيرا في بيروت ومازال زي ما هو عملاق. كويس. اخر لحن بيتم اعداده دلوقتي ليكي؟ في لحن الاستاذ محمد الموبي ان شاء الله، وفي لحن طبعا لبليغ، والكلمات لمحمد الموجي من عبد الوهاب محمد، ولبليغ مأمون الشناوي، وفي كمان لحن للأستاذ حلمي بكر سيد مرسي. يعني لبليغ وحلمي بكر ومحمد الموجي. أيوة. يعني أنت تمسكك وحبك لبليغ حمدي ومع ذلك في الفن تلتقي مع جميع الفنانين، ويجب على الفنان انه فعلا ينطلق في جميع الاتجاهات. وانا بعتز بمحمد الموجي وحلمي بكر، طبعا كل الناس عارفه اني اتمنى اغني الاستاذ محمد عبد الوهاب، انما انا عارفه كويس اني انا طالما مش في الشركه بتاعته مش هيلحن لي، فمش ضروري اتكلم في اقتصادي الموضوع ده خالص. هو عموما برضه اما هرجع في الشركه لو رجعت بقول له يلحن لي. هو عتاب للموسيقار الدكتور محمد عبد الوهاب، ما اعرفش انا تفاصيل هذه القصه، لكن انا اقدر اقول هو فنان عظيم وكبير، يجب ان ينظر الى الفن من اجل الفن فقط، وعليه ان يترك المواضيع الاخرى لمن يهتم بهذه المواضيع. يعني الموسيقار عبد الوهاب فنان يضع المعايير والمقادير والاحكام الماليه خلافها للاخرين، اما هو كفنان اراد ان يلتقي بالفنانه ورده الجزائريه في لحن فليلتقي بها، ولا يحرم الجماهير من سماع اخر انتاجه في المجال الفني كملحن مع احلى صوت موجود في الامه العربيه ورده الجزائريه. انت هتزعل العالم منك ليه؟ شوف انا بتكلم بناء على صدى الجماهير، والحقيقه انا مش احلى صوت، انما اكيد ان صوتي بيتمنى يغني من احلى الاصوات ما تغنيش. ايوه. انما اكيد اني اتمنى اغني له، لاني كفايه اني في الغنوه البسيطه اللي عملها لي في حكايتي مع الزمان اللي هي لولا الملامه، حسيت اني ممكن يعمل لي حاجه حلوه قوي، انما اعمل ايه؟ الظروف بعدتني من الشركه دي،
ظروف حقيقي انا يعني مش عايزه اقول ان انا غلطانه ولا هو غلطان ولا لا، ظروف حقيقي ماديه كان لازم اسيب الشركه دي. عموما ما بتكسبش، اعتقد هصدقه في المستقبل باذن الله. فليكن لقاء فني الاول وبعدين المشاكل الاخرى تبقى. ابقى اقول له بقى انا مالي، يكون هو تمنى دلوقتي ان شاء الله. مدام ورده احنا نتمنى ليكي سعاده سواء في الجزائر او في القاهره او في اي بقع من الوطن العربي. فنقدر نقول الفنانه ورده العربيه، العربيه مطربه الام العربيه. قبل ما يجي حد يقول لي بتستغل العربيه برضه عشان دي افلانجيه بقى ولا ايه؟ تصبح على خير يا جماعه. وانت من اهل